ايه اكتر المشاهد بقى اللي ممكن تحكي لنا عنها يا عائشة؟ يعني من اول يوم تصوير واحنا في المشاهد الصعبه والتقيله على القلب كنا تقريبا طول الوقت بنصور في المستشفيات. اعتقد اول يومين تصوير كانوا صعبين قوي عليا انا واسر عشان لسه مش متعودين باللوكيشن بالمستشفى، كنا بنشوف طول الوقت مرضى كتير. كان برضو سليم بتاع عيان وهو ما شاء الله مقنع جدا، فاحنا مصدقين قوي، فاحنا كل ما بنشوفه اللي هو شطور يعني لا شطور لا قوي ما شاء الله عليه، يعني الناس اشادت جدا بسليم، هايل هايل. فاحنا مش قادرين حتى نبص له، فالموضوع كان صعب قوي. مشاهد الانهيار اللي هو في اول حلقه او تاني حلقه، مشاهد الانهيار لما عرفنا ان هو كان تعبان، دول كانوا صعبين قوي. في مشاهد لما عرفنا ان هو يعني احتمال ما فيش امل ان هو يتعالج، كان في اخر المسلسل برضو انا مشهد ده تعبت فيه قوي. كان في المواجهه ما بيني وبين اسر في الحلقه الثانيه، الخناقه دي، او لما بيقول لي ان يعني ده مش ابني ودي التحاليل بتاع دي ايه مش عارفه ايه. 7 ساعات احنا صورنا المشهد ده، 7 ساعات ليه يا عائشة؟ استاذ هاني بقى اسالي ايه ده فعلا؟ لا احنا كل شويه اللي هو انا اسف نقعد نعمل تمارين لظهرنا عشان مش عارفين نقف عادي. 7 ساعات كنا بنعيد 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 لغايه ما يعني اهو ده. انا هسالك تاني، لقيت ايه في الكلام بيني وبينه عشان تعمل كل ده؟ ما لقيتش حاجه في الكلام، بس لقيت في التحليل ده. ايه ده؟ فهمني ايه ده؟ انا اللي مستني منك تفهميني ايه ده؟ يعني ايه اعمل تحليل دي ان ما عمر ما يطلعش ابني؟ يعني ايه؟ ده ليه اصلا تعمل تحليل زي ده؟ عشان ما فيش تطابق بين عمر وزين. في واحد فيهم مش ابن ابوه، والواحد ده يبقى عمر. اكيد في غلطه في النتيجه دي، عيد التحليل ده كمان مره. يعني لو عدته يا ليلى النتيجه تطلع مختلفه. بتحاول تقول ايه؟ انا عمري ما سالتك السؤال ده قبل كده. انت وباسل لما كنتوا مع بعض وصلتوا لفين؟ السؤال ده بجد يا مروان؟ حتى لو افترضنا ان الافكار المريضه اللي في دماغك دي حقيقيه، انا وباسم سيبنا بعض قبل ما انا وانت نتجوز بكتير قوي. فانت بتسال لو في حاجه حصلت بينا واحنا متصاحبين، ولا بتسال لو في حاجه حصلت بيني وبين باسم وانا مخطوبه لك وهنتجوز؟ انا عايز اعرف معانا التحليل ده ايه. انا عايز اعرف، انا قاعد بسال نفسي من امبارح، لو كانش عمر تعب عمري كنت اعرف انه مش ابني. عمر ابنك، ابني. التحليل ده غلط وهنعيده في مكان تاني، وكل الهبل اللي بيحصل ده غلطه معمل، غلطه هتتصلح لما هنعيد التحليل ده تاني. انما غلطتك فين عمرها ما هتتصلح. في جزء من المسلسل وبعد ما بيتم اكتشاف بسبب تحليل الدي ان ايه انه ابنكم الحقيقي مش هو عمر، بتبتدي تدوري بالحاح على ابنك الحقيقي. الاب بعد فتره بيقول لك لا كفايه خلاص، دول كلهم نصابين. احنا النهارده بنتكلم على صفحه اطفال مفقوده. فالاصرار بتاع الام ده، عدم فقدان الامل كمان خط مهم. وعايزاك تقارني لي ما بين موقف ليلى وما بين اصرار عائشه عامه في الحياه لما في حاجه تكون عايزاها. لا انا ممكن ابان حساسه قوي وضعيفه وكده، بس انا جد لما ببقى عايزه حاجه بعمل كل اللي اقدره عشان اوصل لها. يعني ما بستقلش بسهوله. ممكن اقول خلاص وبتاع، بس هتلاقيني لا مكمله ومكمله مهما حصل. تحديدا يعني، بس للاسف في حياتي العاطفيه انا مش كده خالص. امال ايه؟ يعني انا اكتر واحده جبانه في الحب، بهرب. يعني لما بحس ان ممكن انهزم بمشي وبهرب،
بس بره الحياه العاطفيه يعني شغلي او مع انت يعني ممكن تحاربي من اجل اي شيء الا الحب. اه ما اعرفش اعمل كده، جبانه قوي بخاف فبمشي عشان احمي نفسي، عارفه اللي هو قبل ما تحصل كارثه بمشي ما انا مش عايزه اتعب وكده. فببقى اول ما احس ان لا ممكن الدنيا مش هتظبط او ان انا هتوجع في يوم من الايام بمشي.